السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد، وياكم ماجلان الأوطان، ماجلان البلدان، ماجلان في كل مكان وزمان، وبالأخص ماجلان في رمضان. خلونا نشوف ويا بعض أجواء شهر رمضان في الدول الإسلامية، وش اللي يميزهم، وش أطباقهم المفضلة في هذا الشهر، وش مشروباتهم، وش العادات والتقاليد عندهم. خلونا نشوف ونستمتع بأجواءهم، وكأنما ضيف قادم والعوائل تستعد لقدومه. الاستعدادات تبدأ قبل شهر رمضان بفترة طويلة، البعض يعتبرها مهرجان رمضاني، يشترون كميات كبيرة من الرطب وخزنونها، وأول ما يشارف شهر شعبان على الانتهاء تشوف الناس تلتم كلها على شاشات التلفزيون، ينتظرون ينقطع البث المعتاد ويطلع عليهم المذيع وعلى محياه بسمة مضيئة يزف لهم إعلان دخول الشهر الكريم، شهر الخير والبركة والغفران والعتق من النيرة. ومن يسمعون هالخبر تشوف الجماعات تطلع على الشوارع وبيدهم الطبول وهم يغردون بالأهازيج والأناشيد. أجواء وتفاصيل شهر رمضان في بلاد الحرمين في السعودية كلنا متشوقين يا ماجلة. خلونا نشوف ويش عدهم من أجواء. خلكم ويانا واضربوا لايك واشتركوا في قناتنا عشان يوصلكم كل جديد. متوسط ساعات الصيام عندهم، أقصر عدد ساعات صيام عندهم في السعودية حوالي 14 ساعة و24 دقيقة، وأطول عدد ساعات 15 ساعة و17 دقيقة. الأجواء الرمضانية، يقول لك يحيون السعوديين شهر رمضان مثل غيرهم من الشعوب الإسلامية، طقوس وعادات متجذرة ومتعطرة بنفحات الإيمان، وشهر رمضان يفرض نفسه، فما بالك إذا كان في الحرمين الشريف. الله الله، فتتزين ليالي المملكة بأجواء روحانية تنعكس سماتها على سمات الناس وحياتهم الاجتماعية والدينية. قبل لا أبدأ وياكم في المعلومات، من خاطر يقضي شهر رمضان في مكة أو في المدينة؟ منهم وخاطرة أصلا، الله يرزقنا ويرزقكم إن شاء الله. طول شهر رمضان تتوهج أزقة المدينة العتيقة مثل الدرعية التاريخية في الرياض بالفوانيس والأشرطة، وتتزين الشوارع والمراكز التجارية، واجهات الفنادق والمطاعم، وأغلب المحلات التجارية بالأهلة والنجوم المضيئة، وحتى أبراج المدن الكبيرة تتوج بها مثل برج المملكة، أحد أشهر المعالم العمرانية في الرياض. ومن بد الشهر الكريم تشوف الشوارع والمدن السعودية تتزين بلوحات إبداعية جاذبة، تهنئات يقدمها الشعب للشعب بمقدم الضيف. فمثلاً في جدة استخدموا أكثر من 300 طائرة عرض لاستقبال شهر رمضان، وهذه من أحدث أدوات العرض في العالم، والأسواق الشعبية فيها تشهد ازدحام يقل نظيره عن باقي شهور السنة. طبعا تزدهر تجارة الفوانيس والبخور والعود وحتى الإكسسوارات، إكسسوارات الزين اللي تتزين فيها الأبواب والجدران وسفرة الأكل في المجتمع الخليجي بشكل عام والسعودي بشكل خاص. من العادات اللي يقومون بها السعوديين تبخير الأكواب والبيت قبل الأذان عشان تحتفظ بالرائحة إلى وقت الفطور، ويجي وقت الفطور على مسمع صوت مدفع الإفطار واللي يترك أثر كبير في نفوس السعوديين. في العشر الأواخر من الشهر تنتعش الحركة التجارية بمختلف المراكز والمحلات التجارية، خصوصا في مكة تشوف المعتمرين طيلة ليالي وأيام شهر الله يشترون الهدايا والسلع التذكارية. وفي جدة يا ماجلة عندهم شي مميز، في جدة يا جمهورنا السعودي الغالي عندهم فعالية تعجبني شخصيا صراحة. طول شهر شعبان عدهم حكواتي يعد القصص عشان يقدمها ويلقيها في شهر رمضان. تتكون الحكاية من 5 فقرات في الليلة، بدءا من القصص والأمثال الشعبية والطرائف والنوادر، وتنتهي بالأحاجي والفوازي. وهذه الفعالية تخلق جو لطيف جدا في شهر رمضان، ويتفاعل وياها الشعب السعودي في مدينة جدة، وأيضا في نفس المدينة. وبعد ما اندثرت مهنة التسحير
مع عودة إحياء التراث في أحياء جدة القديمة. بدأوا يعرفون الزوار بمهنة المسحرات والأناشيد اللي كان يرددها للمحافظة عليها. من هالمعلومتين فقط عن جدة نكتشف إنها من أجمل مناطق المملكة خلال شهر رمضان. زينة وفوانيس ونجوم وفرحة وطابع تاريخي. شي جميل يا عمر. أخواننا من جدة اكتبوا لنا في التعليقات ويش عندكم أجواء ما ذكرناها، يمكن شطاف وما قلنا. خلنا نجي للأجواء العبادية. مثل ما تعرفون إن المملكة تتحول في شهر رمضان إلى الوجهة الأولى للسياحة الدينية في العالم، تستقبل ملايين المعتمرين في بيت الله ولزيارة المسجد النبوي الشريف. ويقول لك إن الأعداد تتضاعف في النص الثاني من الشهر وخصوصاً العشر الأواخر، فتشوف المعتمرين يتهافتون من كل فج على البيت العتيق لكسب ثواب العمرة في شهر رمضان. فتخيل وياي صورة المعتكفين في رحاب المسجد الحرام، واللي يطوفون بالكعبة، واللي يسعون بين الصفا والمروة، واللي يصلون، واللي يقرؤون القرآن، وغيرهم وغيره. بالله عليكم ما اشتكتونه، يا رب كل واحد يطالعني الحين يرزقه بعمرة قريبة وانا وياكم بعد. طبعا في العشر الأواخر تمتلئ أروقة وطوابق المسجد الحرام بالكامل، الساحات والسطح وكل مكان بالمعتمري. وطبعا هذا في الوضع العادي، مو في زمن الوباء الله يبعده عنا وعنكم وشافي كل المرضى. تشوف المعتمرين يتوافدون على المسجد لأداء صلاة التراويح، وكثير منهم يحرص على ختم القرآن في ليلة 27 اللي هي ليلة القدر. خلنا نجي للفقرة المفضلة. المملكة بلد كبير ومتنوع، ويؤدي هذا التنوع بطبيعة الحال لتنوع الأطباق والأطعمة عندهم. كل منطقة عندها شيء يميزها وطبق خاص فيها، ولوجود الكثير من لجو الحج واستقروا في السعودية تم إضافة التميز على المطبخ السعودي. فتنوع المطابخ مثلا، نشوف إن في المطبخ النجدي من إقليم نجد، والمطبخ الحجازي من إقليم الحجاز، والمطبخ الإحسائي نسبة للإحساء، والمطبخ الجنوبي في المنطقة الجنوبية. وعندهم أكلات شعبية معروفة عند الجميع في السعودية، الكل يعرف، مثل الكبسة، مالي على الكبسة، وهذه المفطح ما أدري وش اسمها، عدلوا لي تحت في التعليقات. وهالطبختين أشهر أكلات السعودية خصوصا في شهر رمضان، ومشهورة عندهم في المناسبات مثل الولائم والأعراف، وما تخلو حتى في الأيام العادية. في السعودية تتعدد الوجبات خلال الشهر الكريم، ولكل منطقة خصوصية في نوعية الأطباق على حسب عاداتها وتقاليدها مثل ما ذكر. ومثل ما خبرتكم إن من أشهر الأكلات عندهم المفطح، دي ما أدري وش اسمه، وشهود المفطح طبق متكامل يغنيك عن أي طبق جانبي، يقدم مع اللبن أو الصوص الحار، ويقول لك إنه تأخذ وقت في التحضير، وهي عبارة عن خروف مو مقطع لكن نظيف، بهارات ويانسون وقرفة وزعفران، بصل وثوم، رز وزعفران وماي ورد وملح طبعا. همش يقدم المفطح بشكل مرتب وشهي، والرز فيه طعم المشوي. اوف هذا اللذيذ، طبخة ولا أروع. وفي شهر رمضان بعد أروع وأروع. الطبق الآخر الكبسة السعودية، تتكون من الدجاج أو اللحم مع الأرز. مكونات الكبسة كثيرة لكن تحضيرها جدا سهل وقيمة غذائية مضبوطة. لا تفوتكم الكبسة يا شباب. طبعا لحم الخروف من أكثر اللحوم إقبالا واستهلاكا من الناس، نكهة مميزة وطبق هرفي ومذاق شهي جدا، وفوائد صحية بعد. من الأطباق المشهورة عندهم بعد مقلوبة سمك، رز كابلي، مطبق، الحنيني، الجريش، السليق، الحنيث، القرصان، الهريس، طبعاً عندنا وعدهم، الزربيان، والشوربة، وغيرهم 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 من الأكلة. لو تلاحظون إن أهم شيء عندهم في الأطباق اللي فيها رز، والمشروبات تتميز بطابع خاص عندهم، الحليب ولازم صوبة تمر، والتمر ما يحتاج أقول لكم عنه، ويا السعوديين علاقة وطيدة وأصيلة. وإيش غير الحليب؟ قهوة وشاي، الفيمتو سيد السفرة السعودية، عصير التوت، حليب بدبس التمر، قمر الدين، وعصير البرتقال
المركز. أجواء السعودية نقدر نقول عنها خيالية في شهر رمضان، كل مسلم وده يقضي فيها شهر رمضان. سؤالي اليوم قبل ما أختم الحلقة للسعودية، قولوا لنا وش أجواء ما نعرفها عنكم أو ما ذكرناها في الحلقة، ضروري 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 تكتبونها في التعليقات. أخذناكم في أحلى البلدان في شهر رمضان وتعرفنا على أجواءهم وعاداتهم في شهر الله. ادعمونا باللايك والنشر والاشتراك في القناة، وانتظروا ما جلان رمضان وأجواء جديدة في بلد آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.